مشاهدي متابعي قناة الحياة الجزائرية، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج سكوار. إذا كما جرت العادة نزلوا للشارع ونطرح مجموعة من الأسئلة. سؤال اليوم: ماذا تعني كلمة البرلمان للمواطن، أو ماذا يعني المجلس الشعبي الوطني للمواطن الجزائري؟ نتابع. والله إذا بالنسبة إذا تكلمنا على البرلمان الحالي، هناك ما يقال فيه، يعني أنا بالنسبة للشرعية نتاعو راهي معروفة، يعني ليست عليها إجماع ولا أغلبية، هذا يعني نعرفه كيفاش، عندنا حتى بعض الأصدقاء يعني راهم ثم نواب وكذا إلى آخره. بقات أننا كيف نتصور أو نتمنى، ربما هذا هو المقصود، كيف نتمنى أنه يكون البرلمان القادم ولا من الآن فصاعدا بعد يعني التغيير، ولا يتمنى يكون يعني يجوا بعض النواب شرفاء نظيفين. هذا مش محال، يعني ما نقولوش الناس كل مشي ملحة، لا هذا ظلم. نتمنى ايضا ابعاد، يعني تجريم، مش ابعاد، تجريم بمواد قانونيه الجمع بين ما يسمى بالمال السياسي، يعني الجمع بين السياسه والمال، لاننا نتمنى ما نزيدوش نشوفوا دي ديبوتي اوم دافير، يعني نواب رجال اعمال. بون ماهوش رجال اعمال، المشكله انهم رجال مال، لان كلمه رجال اعمال كلمه شريفه. على كل حال رجال الاعمال هما اللي طوروا الدول الاوروبيه، هما اللي خلقوا دول العظمى، حنا عندنا رجال المال. دونك نتمنى ان شاء الله يجي ندخلوا في مرحله اللي يجينا جيل اخر تاع الناس نظاف نقيين، ما نقولوش عليهم اجماع لان الاجماع مستحيل، عليهم على الاقل يعني حد اقصى من المصداقيه والثقه يعني. وهذا هو، نتمنى الخير للجزائر وشكرا. البرلمان هي لو بارلومون، الهضره لو بارلومون، هذايا السياسه. كل بلديه ولا كل ولايه ولا عندها واحد يهضر في باسمها، لو بارلومون هذا هو لو بارلومون تاعها، كما هنا في البرلمان تاع الجزائر، او كان دوك هذيك السياسه الجزائريه، دوك السياسه في العالم. على كل حال لو بارلمان عنده دور كبير في الحياه السياسيه، يعني هو واصي على جماعه تتكلف من 1000 واحد ولا 2000 ولا 5000 ولا مليون نسمه، هو يتكلم باسمهم هما ويشوف المحتاجيات نتاعهم، واش يحتاجوا واش ما يحتاجوش، النقائص واش خاصه مثلا في الولايه ولا في البلديه. هذا هو لو بارلومون، ولو بارلومون هو مستكلف بالشعب، عنده علاقه مع الشعب. لو بارلومون حاب يقول علاقه مع الشعب، يتكلم فيما الامور التي تهم الشعب. وكل ولايه عندها لو بارلومون تاعها ولا بلديه ولا. البرلمان يجي بزاف حوايج، يجي لاماكو، يجي السكارة، يجي الترافيك، يجي يعني بزاف حوايج، باسكو ما خلاوش رواحهم دار. البرلمان تقريبا من 62، بون 62 سي فري، راهو على 20 25 سنة والبرلمان فيه الترافيك، يجوزوا بالترافيك، يجوزوا بالدراهم، يجوزوا. دونك برلمان سي كيما يقول لك ترومبلان، يعني حاجة تنقز فوقها وتجوز. بس جوج جهه واحده اخرى، الكوميرس، هذوك اللي في البرلمان كاع عندهم الكوميرس، كاع عندهم الكوميرس كاع. لا يمثلوا في رواحهم، يمثلوا في رواحهم ويمثلوا في دراهم. شوف هادو حاشا قليل، بالك في البرلمان كاين 400 وشي حاجه، بالك كاين 10 ولا 15 مضاف، الاخرين كاع فيهم طرفي. اي واحد بزنس في اللوح، واحد في في الالكتروميناجي، كاع بزنسو، كاع بزنسيه هو باش يجيب البرلمان. علاش انا سمعت بهم، ما شفتهمش، مي سمعت بهم يشريو المقعد مليار باش يشري البلاصه في البرلمان باش يهز يده. سي بوركوا على بالو المليار يجيب 10، فهمتني؟ هذا هو البرلمان الجزائري، سي لا ماغوي. ان شاء الله برك، ان شاء الله نطلب ربي ان شاء الله يجيو لي جون. انا عندي كونفيونس لي جون، الصغار هذوما، باسكو كاين دي جون دي جون، ما تخلص كلش. سمعت لي جون اللي متقفين قاريين جماعيين لاباس بهم، هذوك يقدروا يقوموا في البرلمان.
هذوك ان شاء الله بالك فيهم خير. لو كان دارهم الشعب وانتخبوا عليهم الشعب معليش، راهم يدوا في الدراهم باطل، المهم يصلحوا الوالو. لو كان يحبسوهم خير، انا جو بريفير يحبسوهم. هذيك 40 مليون اللي تعطيها للنواب تاع البرلمان، شحال كاين من نائب؟ كاين واحد 300 نائب ولا 400 نائب، كنت نحي 40 مليون 40 مليون شحال طيح لك؟ طيح لك في 4 ملاير، 4 ملاير دير بها بروجي اللي جان ماشي خير. اه هما تما يهضروا باش يهضروا، ما يديروا والو وما راهم يفيدونا في حتى حاجه. تما ماذا بهم هما داروا البرلمان هذايا؟ واش نقول لك؟ وكيلهم ربي يا خو، بيسك هما لسبب الحاله اللي راهي فيها هاد البلاد، ولي جان هادو ما راهم ضايعين. نتوما ما راكم تفيدوا فينا والو، راكم تقولوا باللي نتوما برلمان زعما راكم تهضروا في بلاصه الشعب. ماكش تهضر في بلاصتي انا، لو كان نروح نهضر لتماك انت ما تقدرش تهضر الهضره اللي نهضرها انايا. حنا عندنا البرلمان لازم يكون ممثلين الشعب اللي فوت عليهم الشعب حقيقة، فهمت؟ لي ديبيتي اللي فوت عليهم الشعب حقيقة، خاطر كيما هادو، هادو اللي كاينين درك جاو كاع بشكارة، وزاد المسؤول اللي راح درك يرشح روحو الغدوة، هذاك سبيسياليست على الشكارة. أه دونك البرلمان هذا يمثل والو، يوتلو رواحهم، يوتلو المافيا. أه البرلمان ماذا بينا من بعد الحراك يجينا لو فري برلمان، هذا هو. هادو ما يمثلوا والو، برلمان كاين في الدول الاوروبيه فري، سي دي جون ايلو على باز. ها لي بارتي لي ميليتون تاعهم فوتاو عليهم باه يمثلوا الشعب، باه يديروا قوانين كيف يسيروا الدوله اليوم غدوه كلش هكذا. هذا ما كان برلمان درك ما عندناش. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وياكم قد انهينا عددا من برنامج السكوار، انتظرونا في اعداد لاحقه ومواضيع متجدده دائما وابدا على قناه الحياه الجزائريه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.